قول لي انك نفسك يبقى في بطل جديد ليه كابتن؟ انت عارف المنافسه كابتن احمد مهمه جدا. الاهلي والزمالك طبعا انديه كبيره جدا وانديه عريقه جدا. وبنبارك للنادي الاهلي طبعا البرونزيه كاس العالم للانديه وحاجه جميله وحاجه محترمه جدا. لما يبقى في بطل جديد يا كابتن احمد الدوري يبقى حلاوته بتزيد. يعني انت النهارده لما في 6-7 فرق بينافسوا على بطوله الدوري اكيد الدوري هيبقى مختلف. اكيد تسويقه هيبقى مختلف طبعا. اكيد نسب المشاهده هتعلى. واخد بال حضرتك نسب المشاهده بتاعت الدوري اكيد هتعلى. فانا اتمنى ان يبقى في بطل جديد، لكن في الاول وفي الاخر هيبقى برضه الحظوظ الاوفر للاهلي والزمالك. اهلي والزمالك، شايف هزيمه الزمالك بالامس امام سموحه بتضعف من فرصه شويه وبتحللها بايه؟ هو لسه بدري. لكن بص يا كابتن في نقطه مهمه جدا، البطل برضه مهم جدا ان هو يقدر يلم نفسه بسرعه. وبعدين النهارده الروتيشن او التدوير جوه الفرقه بزياده قوي، تسعة يعني يعني هي بصراحه يعني. كانت زياده قوي يعني كانت زياده وكان مبالغ فيها جدا. يعني ما اعرفش هل دي ثقه زياده، هل دي فعلا كانوا محتاجين للراحه، ما اعرفش الكواليس بالظبط. لكن عايز ادي سموحه حقه برده طبعا. يعني سموحه برده احنا بنتكلم برده، احنا ليه شايفين ان الزمالك اتغلب؟ ليه ما نديش سموحه حقه من احمد سامي؟ كسبان وعامل موسم رائع واكثر من رائع في السنه اللي فاتت. ما كنت لسه اقول لحضرتك يعني السنه اللي فاتت عامل موسم رائع جدا، السنه دي بيكمل الاستمراريه بتاعته مع لعيبه برده مختلفه شويه. فبرضو عايزين نديله حقه، الراجل بصراحه شغال في هدوء وقافل على نفسه. الكلام كويس. اللي بيتقال دلوقتي واللي بتسمعه انه احمد سامي مرشح يبقى مديرا فنيا لمنتخبنا الاولمبي، شايف انه دي كل الحب طبعا والاحترام للكابتن شوقي غريب والتقدير يعني، لكن لما هل شايف انه ده هيبقى توجه صحيح يا كابتن تامر؟ والله طبعا زي ما حضرتك بتقول كابتن شوقي علامه كبيره جدا طبعًا. واستاذنا وبنتعلم منه. كابتن شوقي مدير فني رائع جدا وعامل تاريخ كبير جدا. لكن احمد برضو اتحط على الطريق وده برضو توجه جيد، ان برضو يبقى في جيل طالع من المدربين، جيل برضو مختلف شويه، جيل عنده رؤيه مختلفه شويه، يقدر يعمل حاجه لنفسه ولبلده يعني.